قام الاتحاد السوفيتي بإجراء أبحاث وتطوير أسلحة تعتمد على الليزر، بما في ذلك مشروع أوبجكت 312 المعني بتطوير دبابات الليزر خلال فترة الحرب الباردة. أحد الأمثلة الملحوظة هي دبابة الليزر 1K11 التي تم تطويرها في الثمانينيات، وتم تصميم دبابة الليزر 1K11 لتكون نظام سلاح مضاد الدروع المتنقل، وكانت مجهزة بجهاز ليزر مثبت على البرج يمكنه إطلاق شعاع ليزر عالي الطاقة لتعطيل أو تدمير الدبابات والأهداف الأخرى. كان الهدف من النظام توفير استجابة سريعة ودقيقة للتهديدات المدرعة في ساحات المعركة، وما تزال تفاصيل قدرات هذا المشروع غامضة وغير مستكشف حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فيما تقوم الكثير من الدول بتطوير هذه الأسلحة سراً.